هاي احلى المساعد، كيفكم ان شاء الله بخير. فيديو اليوم حيكون زي ما انتم شايفين تحت فيها العنوان، حيكون بلوغ خفيف لطيف للطايف. طبعا قلنا الويكند ده قررنا انه نمشي الطايف، نقعد الخميس والجمعة ونرجع السبت، فحبيت انه اشارك معكم الويكند الصغير حقي. فما طول عليكم في المقدمة اكتر من كده، يلا نشوف الفيديو. اوكي جايز، حاليا الساعة 1:45، وحاليا زي ما انتم شايفين قاعدين نتجهز عشان طالعين. كيتي، بالنسبة لكيتي وديتها واحدة الحيوان لانه ما حيمدي اخدها معاي، وفي نفس الوقت ما حيمدي اخليها في البيت لان الجو حار زي ما انتم عارفين، فوديتها فندق لمدة يومين في الواحة. فحاليا حنطلع خلاص وحنوقف في الهدى، والشاليه اللي اخذناه او الفيلا اللي اخذناها موجوده في الشفا، فما احرق عليكم، خليكم مع الفيديو. حاليا حاجولكم في الفيلا اللي اخذناها عندكم، دي الغرفة اللي حنام فيها انا ورنا. طبعا كالعادة انا اخذت السرير ده لانه عنده ميزتين، الميزة الاولى جنب الشباك والميزة الثانية جنب الكوبس، يعني اقدر اشحن جوالي بمزاج. الغرفة دي هنا كمان عندكم تسريحة، وهنا عندكم حمام وانتو بكرامة، وده الدور الثاني، انا انسانة معكوسة حابدة لكم من الدور الثاني. عندكم هنا يا جماعة دي غرفة النوم، عندكم رنا هناك بتصور، غرفة بسريرة وبدولابة وحمامة، ودي البلكونة. استنى اوريكم الاطلالة، رنا قولي هاي. دي الاطلالة يا جماعة، الاطلالة تجنن، مستوعبين انتم معاي؟ الاطلالة تجنن مرة، حزينة لانه البلكونة دي ما عندي في الغرفة، بس اصلا عادي. شايفين الجبال كده على السحاب، على الدنيا دي كلها كده، الشجر، الطبيعة، حاجة تجنن ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. هنا يا جماعة عندكم غرفة فيها 4 سراير، 1 2 3 4، ودي شباك الغرفة مطل على البلكونة دي، حوريكم لها بعد شوي من برا. طبعا الفيلا دي اتوقع انه تجيها كذا اسره لانه ما شاء الله كبيره وظابطه وكل حاجه. عندكم هنا يا جماعه ده مجلس، سو حاليا حننزل الدور الاول اوريكم ايش فيه. كمان هنا زي ما انتم شايفين على ما اعتقد ده مجلس رجالي، تمام. وكمان ايش عندنا رنا، سي هاي. عندكم هنا المطبخ، وهنا عندكم صالة كبيرة وتلفزيون، وهنا عندكم مسبح خفيف لطيف. ترى انا انسانة تعشق السباحة، انتوا ايش اكتر رياضة تحبوها؟ فكذا وجود المسبح احس كذا براحة نفسية. عندكم هنا دي الجنينة الخارجية اللي واقفة فيها السيارة، وبكذا نكون خلصنا اول قسم من الفيلا زي ما انتم شايفين. فحاليا حاخدكم القسم الثاني، انا لابسه كمامه، ما ادري ليه لابسه كمامه، بس ما علينا. زي ما انتم شايفين ده قسم خاص بالرجال كله، تمام. وهنا عندكم المجلس الرجالي مع الحمام وانتم بكرامه زي ما انتم شايفين. وهنا ده المجلس الرجالي كامل مكمل، ده تقريبا اذا جات كذا اسرة او اصدقاء او كله. وعندكم هنا دي الاطلالة حقت المجلس الرجالي، شوكو سهل. يا جماعة الجو يفوز يفوز، الجو مرة يجنن، احس ابدا ابدا قل لك ابدا ما عايزة ارجع جدا، عايز اقعد هنا. مره جنن الجو، مره خرافي جايز. دي طبعا البلكونه، نسيت اوريكم ليها قبل
قلت لكم اني هطلع اوريكم طلالة البلكونة من فوق. بس زي ما انتوا شايفين دي طلالتها، بتكون بالصباح حلو عشان بتكون المنظر باين اكتر وكده. فبس والله، وكمان عندنا اللي هي دي الانوار اللي ايوه اللي زي كده، بس ما حقدر اوريكم ليها هسه، يصير اوريكم ليها بعدين لحد ما المكان يفضى كده، عشان بدينا اطفي الانوار واشغل الاضاءة الغريبة دي واوريكم منظر. What's up everyone guys، دي البلكونة اللي وريتكم ليها الصباح، تمام؟ شوفوا بالليل الاطلالة، الاطلالة مرة حلوة ما شاء الله. اسمع الهدوء لين صوت صرصور الليل بيسوي ترابتا. او ماي جاد، اسمع بس كده هدوء. Aşkım semaveri ben yakarım. Tamam. Yok bir dakika. Şeyden önce bir böyle ormanda bir dolaşsak mı ya? Bir tur atsak şöyle yemeklerimizi böyle hazmetsek falan. Oy çok güzel fikir ha, çok güzel fikir ama. Hi guys, معكم واحدة. زعلان. طبعا المسلسل خلص. وانه لسه ما مستوعبة انه خلص، طبعا تبي خلصنا الحلقة. Oh my god. 64 حلقة وتقريبا 3 أسابيع أخذ مني كده، 3 أسابيع كنت معاهم في السالفة ومدري إيش، فأحس كده مرة. لا عشان كده أنا إنسانة بتكره تتابع المسلسلات بس بتحب تتابعها في نفس الوقت. Hi guys، صباح الخير، الليلة الجمعة. حاليا أنا صحيت تقريبا نفس الساعة 11 وشوية، صحيت ولبست وتظبطت وكل شيء. نمت متأخر، أنا ترى نمت تقريبا على الساعة 6 يمكن. قعدت أتفرج في اليوتيوب بعد ما خلصت المسلسل وكذا. المهم ما علينا، زي ما أنتوا شايفين أنا لبست وكذا، بس حاليا أنا ما عارفة إحنا ماشيين وين، بس أنتوا خليكم مع الفيديو لما أعرف أكيد حوريكم. خليكم مع الفيديو. هاي جايز، طبعا حاليا زي ما انتو شايفين جينا منتزه الجبل الاخضر اللي جابني المنتزه في لعبة قلت مستحيل مستحيل ما اجربها دامي جيت الطايف، فجيت بس عشان اجربها وحصورها لكم، اللي هي عبارة عن تقريبا سيارات تمشي كده في الجبل مدري ايش، ما حعرف اشرح لكم اكتر من كده، بس انتو شوفوها في الفيديو. فمرة متحمسة اجربها، احس انا الوحيدة في كل المملكة اللي ما جربت اللعبة دي، فمرة متحمسة عشان أجربها. خلصت اللعبة، اللعبة تفوز حرفيا، الناس اللي جربت عليها ألف حق إنه تشكر في اللعبة لأنها حماسية. فحاليا زي ما أنتوا شايفين طلعت الساقية عشان بس أوريكم الإطلالة، فخلوكم مع الفيديو. طبعا حاليا ركبت المقص وطلعت معي الجوال عشان بس اصور لكم. وبكده جايز نكون خلصنا جولتنا في منتزه اللي اسمه الجبل الاخضر. وبالنسبة للعبة اللي قلت لكم رهيبة ونفسية جربة حقيقي، اللعبة تفوز ولعبتها مرتين وجدا جدا جميلة. فحاليا تقريبا حنمشي مطعم ناكل لأنه الجوع ألف، وبعدين حنمشي حديقة الحيوان.
طبعا حاليا وصلنا لنهاية جولتنا مع الجمل، فحاليا نازلة، وبعد ما انزل حنمشي حديقة الحيوان. حديقة الحيوان ورانا طوالي، عرفتوا كيف؟ يا طبعا انا لما شفت الجمل ولا اسمه شنو الاحصنة الدبابات ما قدرت اقاوم الا والا اطلع، ما لي دخل. فحاليا خلوكم جمال اللي رفعت، خلوكم مع الفيديو. شايفين النعامة دي قاعدة تاكل في الهواء، تمام؟ بتمثلني لو كنت جعانة وما لقيت اكل. او ماي جاد يا جماعة، او ماي جاد. هوي ايش تبغى في اسمي؟ ايش اسمك؟ اسمي إباء. ايش؟ إباء إباء. كيف حالك يا إباء؟ الحمد لله. من السودان ولا لا؟ ايوه من السودان. اوه ماي جاد، لا تفجعني حرام عليك. هلو جايز، طبعا هنا خلاص خلصت جولة يوم الجمعة، وبعد كده الأجزاء الجاية من المقطع دي كانت يوم السبت، واحنا مسافرين. مرة سوري لانه ما قدرت اصور لكم لما رجعت، كنت تعبانة بلس اني نسيت اصور، فبس خلوكم مع الفيديو. حديقة ناكل، عبال انه يفتح التلفريك عشان هو يفتح الساعة 3، فاخذنا اكل لانه منها جعانين ومنها حناكل وحنضيع وقت لين ما يفتح التلفريك.
معاكم أفخم إطلالة في كل الهدى. يا لبيه يا لبيه. تعرفوا إيش ودي أسوي؟ ودي أطلع أوقف على الحافة هناك وأصور كده وربي تطلع مظبوطة ألف مع السحاب والجبل ودنيا. يا لبيه يجنن المنظر يا سبحان الله.